للمرة الأولى منذ عام 1999 يفوز بوسني صربي بانتخابات رئاسة البلدية في سربرينيتسا التي شهدت مجزرة قتل فيها حوالي 8000 مسلم على يد القوات الصربية عام 1995. وانتخب ملادان جروزيتش الذي يرفض وصف المجزرة التي شهدتها المدينة على يد الصرب بإبادة جماعية، وذلك بعد حصوله على 54% من الأصوات في مقابل 45% للرئيس المنتهي ولاية جميل دوراكوفيتش. وتعاقب المسلمون على رئاسة بلدية المدينة منذ عام 1999.